مرحبا بيهم في ميس ماغوس دينوم اي مدة اذا سعدوا يوم تيجي جو ما دير بشاشا يوم سيدي القناة انت ما زيرت اسدينوم اي مدة ايطالان تيني تي مغربي نغي تدالان ذي الخارج اي موتي تزيوم زيار بات داغا تنجا حمدوم لك حلقة خاصة عملية مرحبا 2024 يجي بدان اس 5 يونيو اتقمال اس 15 سبتمبر انزا تدابير الاجراءات يتواخر قنت انزا تيزما يتواخر قنت عاود حمى السهلا ارواح الجالية غاتا مانس اتسعدوا العطلة نسي ظروف ذي المليح أنا وجي ويكين غذي الفقرة يا كين غسي محمد الغول صحفي إعلامي إذا دي طنجة أنت حاب زيك سي الغول ترحب ازاكم وترحب أس القناة التمازيخ ذاك طنجة والمشاهدين قناة التمازيخ والبرنامج ذاك ثمدين طنجة سي محمد الغول أقن غذك بدو مرحبا عملية عبوري جيب ذا أس 5 يونيو مي غادا غاثيني الأهمية المرحبا سوقاسا 2024 العمل العبورغس يلاه روح حق قلب دوينس يتسمى ممكن نسيو خلص استعدادات بطبيعة الحال توقنت مجموعة من الاستعدادات ام كل سوقاس يمكن تمانو شي حاجة تنظيم جديد لانه كل عام تهون شي حاجة جديد كل سوقاس تهون شي حاجة جديد تحتاج المسؤولين نيغ الجهات مغرس العلاقات العمل العبور المجهود دام قران ومن تصور المتدخلين تصور خل مؤسسة محن خامس تضامن تصور خل السلطات المواني المطارات كل الجهات المدخل المصالح الأمنية الجهات الصحية لأن المتدخلين بزاف في العملية ولكن المؤسسة الأساسية انتث المؤسسة محمد خامس التضامن مخنصن قيسو قاسين قراء الدور انتث الفاعل الأساسي في العملية العبور أرداخر المغرب وبرا المغرب الأهمية بالنسبة كنيو كسكان طنجة كل سكواس عندك تازي 5 مليون مغربيين تيلي نقوم ظلام يكمل ترقوا حند غال المغرب تقريبا دي شهرين نون بدو تسنت كل سكواس نشجع تازي 3 مليون الأهمية المنايا بالنسبة لطنجة العملية بالنسبة للجالية في مغربية الخارج مهمة لأنها تسهر خص العملية مخ قناة سهر خص العملية مرا توقنت مجهود حسن الاستقبال قال المطارات قال الموانئ وتيري شخص العدب لأن السن المهاجري الشث يعني جن المسافة تاز قلات مالنسي وليسد ستومو بين زي هولندا نغزي بلجيكا نغزي ألمانيا وجن تسند يمكن زي مكان أنظن وجن خمانايا الشث يعني 2000 كيلومتر 1800 1500 كيلومتر يتم يتعب يتحدج شوي معوان قلس استقبال حسن استقبال يمكن ذا مزقارو الابتسامة شوي ما يحتاج المساعدة ثوريقين يحتاج مساعدة قل المجال الصحي ما يوقع شي نهراك يحتاج المساعدة أذي يرتاح الباحث الاستراحة خلينتين مهمين إذا نجم مجموعة الإجراءات تتوقن تقيث المؤسسة محمد خامس للتضامن تقيث المؤسسة نظن مش أتساعد مهاجرين المغربيين للعمل العبور ساتس الأهمية ناس لأن المهاجر المغربي يتغيما سوقاسي كمري عداد يعني قوت بدي شيك شتواثني ولكن العمل عبور تيري قلبدو لأن العدد تيري ضم قران مرمي تيري العدد ضم قران يتحتاج المساعدة والاهتمام قل مجموعة نيقار ولكن سيطوخ المجال المساعدة الإدارية الصحية ما خنتور المساعدة الإدارية مثلا يساستمو بيني نسي وضد مثلا الخزيرات يوقعشين مشكلة طريقين قنستن بأن مؤسسة محمد خامس أغرس المساعدين سواء الاجتماعيين الإداريين تعاونا قل المسائل الإدارية ما لوقع شيء مخون باري المهاجر يحذى شيء المساعدة شيء طريق مثلا زي القنصلية تعاونا والمسائل الصحية لأن بنادم روخ ساعتان نمذو الحرارة بنادم يوقف يجن المسافة التزقرات يحتاج المساعدة الصحية ديني حامو شنين بزيانا ديني وذان ذي مقران قل عمار انسان هرخن يعني يحتاج المساعدة يمكن غيث زيت ومن قارس أهمية يمكن يجنز على برا ويستنش العملية العبور تزدا وتجد سزيت ومان مين تعلى زي ولكن ذزيت ني ومان غرس يجي الأهمية الطام قرا بلا تعبيري نسخ ترحيب زقسكا مهاجر كثمور ثينس أنت يعني غرس يجن الحالة الحنين ثمور ثينس يتزري شو هدياس دوشي ذا سزيت ومان أم ثاجيل خس سي محمد الغول العملية مرحبا تأثير النسخ الجالية نسن بأنه غانغيجن في أثمغان الجالية الشباب غانغ تقريبا شان 60 ديميان الجالية الشباب 60 سن جا 15 أو 39 سنة على حساب صليح المدوبية السامية لتخطيط 2020 تأثير مرحبا خاسن مرمين تصور 3 مليون 3 مليون تاين العملية العبور
اما العدد قد تضامقرا من حسب سكاسي كبر العدد تضامقرا سوا طاس يمكن الدوبل اثنين تواري وين ثلاثه تواري وين لان دي المهاجرين طراحي تسد يسعدك المغرب اثنين تواري وين تسد العطلان راس العام يمكن تنتوشي وتدفشيك لعمل العبور ولكن السن بانه اعتبار الثقافه الاوروبيه تسند المغربيين خاصه السعدان سيمانه 15 يوم راس العام المغرب ولكن العدد تقريبا 3 مليون ولكن يتمارنوا كل عام مرة نقارن الارقام كلشي سكوساني عندنا انا بان الرقم كل سكاسي يتمارنوا ما نيتيش يجن الاشاره اي ارتباط ومغربي سمورثينس رغم خون السن دين شي مورا نوض مثلا هولندا يمكن نسيور خلجي الرابع المهاجرين المغرب ممكن مثلا اسبانياني ايطاليا نسيور خلجي الثاني وسنين ولكن دين ثمورا عرض راع بلجيكا هولندا المانيا نتصور خلجي الرابع المهاجرين تصور بان يتم الاب خلجد انت عادي ارتباط قوي سمورثينس كل عام يتعجيباس ادياس هذه السعدة العطلة كثمورتي ناس هذه زار ثمورتي ناس هذه السياحة هذه زار العائلية العائلة ناس فاميلية ناس يمكن مش غل مثال قمنا يمشى أنفهم صوت طاس إم غرامي تعجب أصلا نشمع وضار كوران أنظر ملعبين المنتخب تفتز الجيل الثالث نيق الثاني ويمكن غير يماس نيق باباس طمر ولكن فين ارتباط ضم قران سواطاس يمكن وتيون خلي تعرف فين بعدك الجيل الثالث الرابع خلي في مازيخ وقي مشي تصور يعني تصور لان جزء ضم قران زي المغربي المغربيين الخارج سنين زي المناطق تصور في مازيخ زي الريف زي سوس زي الاطلس خلي يمكن فقدن خلي لونسيون اللغه تعرف الدارجه ثريفي ثنيق تاسوسيت ولكن ارتباط مورتنسن هذا قف يعني ضم قانص والطاس يمكن أنيمي بأنه يمكن أوذين مخلي شين طموح قدوني غاسل العلاقة يا جار أم مهاجر مغربي قل خارج أكثر مورتينس قيمة كين غاسي محمد الغول تموتو زيو مهي اسما غارو بورتاجا مزوارو زي طون جيميل تلقى عملية مرحبا 2024 جذب خاص مؤسسة محمد الخامس للتضامن أجسامي المقدم فدوى شاعو مديحة بطوشي ذي طنجي مادي جن عدد الجالية المغرب اشتئت الدارن ذي الخارج اتخذ علي تطوات حمى التدفع المغرب اتسعدو العطلة النس قميث بذا عملية مرحبا 2024 يجت بالدخاس المؤسسة محمد الخامس انتظامون الحمد لله الرحلة دس بخير وعلى خير الحمد لله سيدي ربي الرحلة دعا مليح أمو اختواليد نوسيد نعيد ذاق الوشو النار الحباب عامين موحد روخان شي عجبال حالة الطاس باش الدسر الزاغ الوشو الزاغ العائلين الحمد لله أنا زوينين كل شي مزيان استقبال مزيان جينا من فرنسا ولكن نوسيد زي فرنسا تيليغي بوردو نش الإمام خدم غذين 40 سنة شقيق الخارج وروخا عجبال حالة ذنيش باش دسر العيدة قيد مواثينو قيد المغرب المغرب يقي سبحان الطاس فرحانين بالناس اللي كيسيروا الأمور للمسلمين واللي الحمد جات من فرنسا من بوردو وسير زي فرنسا زي بوردو رحلة مختوالي من الصباح إن شاء الله غيدوز مزيان أسكواسا يديج العام استثنائي لأنه زي البداية أني ريك جنو نذيروها والجيش ما كان على حار تيري حتى روم كار شهر 7 حتى روم كار شهر 8 ولكن روحي ورايا وهذا هذا ما كيجعل على ان المؤسسه وكذلك الادارات المعنيه قاعه العمليه مرحبا نسوجد قدام قرن حما تفي تما انا اسم ثنغ دعذان هذا وحنا في بعض السنين هذا هو نعاود ثاني ديار الاقامه ميتيرين سجن شكل ذابح الطاس وبالتالي كذلك نشني مؤسسة معروفة المساعدات الاجتماعية تيغاس أنه تخدم انتيج الخدمة تسمى عن قرب باش يديرين القدرة باش تصنثنت إلى المغاربة اللي تعيشنا برا وباش كذلك تندوا كبن تنساعدن حمتا في كل المشاكل اللي يمكن يغافن قبريد سواء ذي أوروبا ولا ذاك المغرب أنا أغض نعالج
العملية مرحبا 2024 غير قيمنا الأس 15 سبتمبر أنت في تقدم الخدام سبضان الفايدة تنجالية نقطة مغربش يتدارا ذي الخارج وسوج ذاتن شن 1400 الأطر المؤسسة أنت في تحظى لشن 24 نيموشا نقطة الاستقبال 18 ذي المغرب وستة ذي الخارج والهم الناس أتسهل أدف الجالية غثى مع الناس من المغرب وتسعدوا العطلة الناس ذي الظروف ذي المليح المؤسسة يعني من طبيعي نسبي أن التثديج جنت صوات المغرب قيل الجانب الإنساني دائما سواء قيل الجميع يعني تخمي يتيري يخسط بالدذا قيني تسمت حدا الجنش فبالتالي المؤسسة قيل النقطة يثانيتا ذو توفر يعني ما يفوق كتار زي 300 يضبي بان سينيتاريو ثلاثة إلى آخره باش يني مغيريشين المشاكل قيل الجانب يعني الطبي سواء نروح رانا كسافار سواء تسمى جانوا زمان تسمى سافان بغرابو سواء يعني كبريثن كذلك لان رحموا ونفذوا كذا الى اخره فماني ماث كذا تفذي تسمى المراكز للاستقبال المؤسسه ذا يسني ضبيبن ذا يسني سينيتاريا جيت موثري وسيغز كي موتريل باش يدعي ذغ قلواشون للعائلات الرحلات هذا مليح كل شيء مفضل الله كل شيء زين كل شيء مارا مختواريم للبوليس للديوانة للإدارة كل شيء قلواش يمسن الحمد لله رحلة داس مزيانة بخير وعلى خير استقبال الحمد لله رحلة هذا مليح لاستقبال أحسن استقبال نشي عجبال حار السلسون تلبدا غدوكو لغا المغرب كنجيو ليه كل مره في العام بارك الله فيكم لقيتونا بعدا بحال الجو يعجب الحال الاستقبال الصباح اما شنو استقبلنا غير واش ولنا دانيتين فرحين رانا طير بالفرحه عاد وصلنا جينا من سراغوزا يلا نوضد امورتوالي ما بريد الصباح ذا الاستقبال مليح نسيتي ان شاء الله عاد نقول البدا لان نسيتو خنعيا احنا جينا على حساب العيد جينا من سراغوزا وسير دي سالا خوسا صراحه وسير دي عيد ديال المغرب مزيان وحشيت الطاس نحشت ما نغ نحش العائله الاجواء انا العيد تالي تحسن بصراحه كانت مزيانه الموي انطونجي ميد اتواكب العملية ان مرحبا 2024 خمانايا يبرمج شن 12 اغاروبا جا طونجي ميد الخزيرس المؤدن 32 نبيا خيثن دينا يتكوذ 43 نبيا خيثن قسان نرحسران اني خاس ابيا خيثن ايزيران جا طونجي ميد اسبانيا فرنسا الطاليان يتكوذ غستا نبيا خيثن دي سيمانا والموي انطونجي ميد اكسي شن 52 الف 60 الف نيوذان شن 10 الف انطنوبينات دينها لحساب مين توشجلن دير سنين تينكورا نزالو بورتاج زي طونجي ميد انطلاقا عملية مرحبا 2024 نزرا سي محمد الغول نزرا تزمات تسن تدابير الإجراءات نزرا توخلق نزرا مؤسسة محمد الخامس وفا تقريبا سن 1400 أطور النس باش تبدلنا الجالية نزرا تواجد النسيشن 26 نقطة عبور نقطة العبور ذ مراكز الاستقبال ذ محطة بحث الاستراحة نزرا منايا ذي المطارات متواجدين ذي الايروبور ذي الموانئ ذي من يمنتفيثن ذي الخارج عاود موجودين لهميا منايا بسبيل جالية مخنغ العملية العبور ذي مجموعة المتدخلين ولكن المتدخل الرئيسين أم قران قل إطلاع من العبور كوشي سقوسان يعني نس جميع الظهر المؤسس محمد الخامس تد كل عام إتمانوا المجهود ينسنق الدور ينسن تعيارث قل عملية العبور وكشي غي قل باحث يمكن الدور يعني أن ذين البلاكا وذين المساعدين سوغاسن لباج وغاسن إينا تخد دور قل قينات قل باحث الصراحة ولكن المجهود نسن يتجاوز المسائل المساعدة لأن مغرب يخلي ميرتري ذي العطلة ذاك ثم غرفة ناس يتحتاج الدعم مثلا عند الإدارة في ناس وما يوقع شي مشكل شي مخنبال ممكن هذه يلجأ المؤسس محمد الخامس التضم وانت تعيار جن دور جيجارة تعاون المهاجر ماشي تجو لأن متصور خل المهاجر المغربي وسدي السعر العطلة ورسبوا الوقت والطاس ماشي تقيم إطراح يتسد على الإدارة العمومية مثلا وانت غيج المثال وهو لأنه وتشيكو الشي غرصني مهم برق المشاكل المشاكل لقى
الإدارة ذين مسائل نظن. ولكن الدور مخ الدور قرار الدور للمؤسسة محمد خامس للتضامن دور ضم قرانس وطاس ويمكن أن نحيخ دورا تعيارا لأنه يتسسهر مجموعة المشاكل يمخون باري للدور العمليات يسقس النعذان كل سقاس المؤسسة تقيج استراتيجية مش تجاوز يمخون باري مثلا ازدحام نتوقع عن قل المرسان قل المطارات كل عام تيلي استراتيجية زجدي مش توقع شيء من يوقع عن العام إذا ما رنزرا بأنه يسقس النعذان يموقع عن يمخون باري ازدحام العام غادي ديسن أسقس نعذان وتوقع شيء ما نيني ني غي توقع النسبة طم الزيان سي محمد الغول توقعات ندخل سقاسة خصوصية نسقاسة نتلاحظ أنه العبور ويقيم شاد دولوا حاشا دي شان 7-8 أسقاسة ما مش نزغل الروبورتاج ربما دولوا تبدأ جيش الأعياد الدينية مخنصن مغربيين ملتزمين مرتبطين زيس سوطاس يمكن سوخ العظام زيان رمضان وخليدينا دور ند الديروة ومرا ممكن ندور شهر رمضان ند سيور خسرين تا إجل عدد الضم قرائم مغربيين تعجيب أسن سيغتو الجيل أمزقارو الرخاق متقاعد أغرس الوقت يتعجيب أسا دي سعداء رمضان المغرب ولكن فعلا مخذني أسوقاسا غسيج نتميز أنه العظام قرائم يساد قل العمل العبور قنبذو أذيري الازدحام نسبي ربما نغيج الإقبال ضم قران المعابر سواء المطارات الموانئ المراسي ولكن إناث الموسم عبر عاد دزقرار يعني إناث العيد أم قرن يساد غيق البدوينس عاد دزقرار عاد دين شكتازي شهرين وتوقعاتينو بأن العدد أذيري ضم قرن أسقاسا ميخ مارا نعقارو يمكن أن تتوشي منايا لأنه عاد يلي عدا إذا عدا إناث فترانين وباء كورونا وزجي شي العدد الضام قراني مغربيون أدسن أزورن في مورتنسن روخ أمرخمي غاسن يجن الحنين مرض عقرد الموسم في كامين الكورونا مباشرة يوقع يجن العدد الضام قران سوى الطاس الكورونا سيخ في نس ومي يتوارزم المطارات يعني مرصايرة قسيم خنبا ومن نارزم عملية العبور خل المطارات ونظر العدد وتصور إنا غيستي استيارة يعني العدد الضام قران سوى الطاس وسند سعدان عطنسن غيك طي يعرف بعد وما يتوارزم يعني يتوارزم المرسى العدد يرى ضم قران ولكن العام توقع بأن ذري العام ضم ينث العدد ضم قران سوى الطاس يمكن أثناء بارسن عشرين مرزري تحويلات مغربيين ينث الحساب ربدا غرس الأرقام غاصن يجن القيمة ضم قران مرزري تحويلات مغربيين الخارج تمرنوت كل سقاس العامة غير 4 شهور ثم زقارو تزي العامة يراذين يجي تمرنوت طام قرانس وطاس قل قيمة تحويلات المهاجرين المغربيين قل خارج وتحويلات مرتبطة هذه العطلة لأنه مغربي شادي يسيس على عطلة قي تحول ثين عشرين في ميلينا صغاني خاري يتعادي ثاني تعواني ثان صرحة الداثين سنشتين سن تفكير يعني مهاجرين المغربيين قل خارج غير سنجي طريقة تفكير حنينية أكثر مور ثنسن قيمة كينا غسي محمد الغول أنت بوتو زيو ما يثمي يسمى غلو بورتاج أوي السنين جان قيت خطانجا ما مشتيري دي موسم العبور أكسامير مقدم فدوى شاعو مديحة بالطوشي إجن عدد أني مغربيين يتدارن للخارج تيخدان طنجة تواد حمد السنغ المغرب السعدون العطلان سن أقر حباب نسم طنجة زيد دامي جنتا واحد عصا الطاس زيت مثلنا غي تيرينغ الخارج واسبسا غاسيج الميزة خاصة وميتوسا العطلة يعني انو نبذو اقرع اذا مقران الطاس زيت مثلنا غاد عيدنا كيد نغذانيتين طنجة يعني زما تحمل اشتو يدي وذان من خلال الوحدة الفندقية جان من خلال الربح وراثي غاس ذا ليزا بارتومو كتكران ذا مسائل نظني ذا المطاعم غاسا ندي دون طنجة ذا المناطق السياحية يعني ذيش ندي طم قرانت وأي ثمثنا قل خارجي تعجيب أسنا داسن دا مخ داسن توريست النظني ولكن مخني الخصوصية العمل أيضا مقران يعني ذي نيجن تحدي النظني إنه إخصاغة صغنا حولي لان ثيصني غي كاريس نقانشين إخصاغة ذفن ماني غاغاصن ماني غامارسن يعني الشعائر نسن الدينية من طبيعة الحال ونتمنى العام ديري ذا سبحان كي منايا ديري هذه يوشي النتيجه تاع سبحان داس نعجب الحريه يثمثنا امو خنزار يعني بدات رخذا يمكي ثندين طنجر وخا بدا نعدرني بريدان بدا نتيج مجموعه الاستعدادات ايمانيا إريتير المشكل الزحام على مستوى ميناء طنجة المتوسط ميناء المدينة تمني غير العامة أذا يعني الجهات
المسؤوله في القطاع عوانيتين يعني هذه عند التسهيلات هي ثمثنا خو ما سنعش بالحركه خو ما طوحنا غنغلب دا. موقع طنجة البنية التحتية إذا يسلم زروين توسني غاسي مصبضان إجيج عدد لمغربيين نومضال ترقو حندغاس وتستثمان ذيس. الحمد لله طنجة نقطة العبور غنغ طنجي في غنغ لاقار تي جي في غنغ طنجة كازا 2 ساعات غانغ مشى طنجي ميد من الاكبر دي افريقيا غانغ لي زوتوروت غانغ كلشي لانفراستركتور موجوده الحمد لله خطو كين شنو ترونسبور زي 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 لا كارن ترن تي جي في ار المطار كين جين طوبيس خدم كرت ساعات حما المغربيين تاسن هدف سوا داحن غار مطار ني هدسن لا كارن تي جي في ترانسبور موجود لوجيستيك موجود لي زوتيل لي زابارتومون بنيه سياحيه مره ترفيهيه مره زعما سلطه المستحيل حما اي مغربين تسن غار طنجه وتقيم شط طنجه غا نقطه العبور طنجه تدور نقطه الاقامه نقطه تستعدون لي فاكونس نسن ذاذي طنجه. طنجة أول حاجة طنجة اللي جا طنجة مرحبا به طنجة مدينة سياحية ومدينة دولية والجالية ملي كيدخلوا لطنجة وبالخصوص الجالية المغربية كتروج مزيان تنقاوني تسنى طنجة قاس مرحبا ازيك طنجة ذي جندن دين توسالي السياحة ومن تريمان إني جانا جمال ومن تسنى طنجة سرواج المنطقة ويمزداغ اللي ثين استفادن لا أصحاب المطاعم ولا لي زوتيل ومرة تستفاد لتوقيع جنا رواج زكي تاسن المغربية جمع ضوامان طنجة. المغربية مرحبا بها ولا الجالية الإسبانية ولا الجالية بخصوص ديال عبر العالم مرحبا بها في طنجة في المغرب بصفة عامة. تازي 5 مليون مغربيين تدارن غمضال اميك مردي كتانميا انتي مورا يجن عدد زيسن تيغدان طنجة ترقو حندغاس وتستقران ذيس ومن يسبيان لارتباط إيغاسن أكثر ماهنسن توسننسن الهويانسن ثم غرابشت مني مجان. الروبورتاج ديال طنجة يستور خل الأجواء ان طنجة ممشتي لموسم العبر جراء آراء صحفيين فاعلين جمعويين يمزاغ ان طنجة سي محمد الغول طنجة غاس خصوصية موقع النس وسنان النس التاريخ النس مزروي النس بنية تحتية النس منايا ما وغاتبو تأثير خل الجالية العلاقة الجالية ثم غرابة الخارج طنجة تنتج العلاقة تا قديمت الحاجة تمزقارد ممكن نسوي خص بأنه طنجة يرى انت تمز قاروت المحطة العبور امز قارو رذين بوج بزاف المحطات العبور رذين بول مرسل الحسيماني غناظور نغ المطارات الطيار في راشوي قليل استعمال انت قاعمية العبور كل شيء يرى تسند إماجة مغرامي الخارج الجيل امز قارو تستمو بين وعدد خطانجة يعني المعبر الأساسي ثانيت أول علاقة علاقة الحاني ربما طنجة تثوث يعني انقرص ثوث المغرب خل الخارج ثوث بعد انقرص ثوث إفريقيا خل الخارج ولكن العلاقة يعني مهاجرين مغربيين هناك طنجة تطور يعني دور إجن المحطة وشي غير عدان زيس استقران زيس إجن العادة الضام قران سوى التاصني مغربيين الخارج يعني خضار طنجة باش استقران زيس أذقين زيس ودرينسن الصغان شي بني الصغ ثامورتي بني شي صغى أبارتومو شي قال مشروع ايناس شي قال يعني غير سياحه ديك السياحه وخاص متعدده اي تزيد ديك السياحه لان تمدين توفر امكانيه ديك السياحه بحكم غاس جن جن عدد ضمقران الفرص استقبال يعني الفنادق الدور الضيافه يعني غرس امكانيات الاستقبال للسياح ولكن كذلك المغربيين من الخارج طنجه برا الانسان يزور الايام عادية اطلاحات بانه قبريد الماتريكولات الطوموبيلات الخارج العدد ضمقران فما بالك مران سيور خلينا نبدو يعني تيريج الحضور ضمقران سوا الطاس وملحوظ يعني نسبة الطوموبيلات الخارج تيري ضمقران الطوموبيلات نغاس الماتريكولا المغرب ومن يتاكد بانه دينج العلاقات ضمقران جاي المغربي الخارج طنجة
طنجة سنوات نقرا يعني بالدر ما خصانيني سجن الطريقة 120 درجة زي قامي يدور الجيد الملك محمد ويستا يطف العرش تهتم سمدين طنجة وطاس خاصة بنية تحتية بالدر يعني سجن درجة طام قران دور جنت مدينة عصرية غرس كلشي الإمكانيات للاستقبال ومن يروح يرنو يجبد الإمارة من خارج لأنه تفني خنسمع من خمي عادة قن أوروبا وتيف بول مشاكل مخنبار مثلا التنقل ني غادي راحنا البحار ني غادي راح المطاعم ني غادي راح السياحة ني غادي الفنادق يعني تفي خفي نس عادة أمر خمي قد أوروبا ومن يتساعد العلاقة لنا بأن العلاقة الطام قنجر يعني مهاجرين مغربيين قل خارج أقا ثمدين طنجة سي محمد الغول أنت قداش كخش راش نشاكينا دير برنامج مرحبا بزاكم وتمني غدي أن العمل العبور الناس وقساء أتري عملية طام قران تأصوات تاس إثما دي سمان مني مهجان برنامج نومي وضغارون قارون نس قدام مارو نتوغا كي نغم سرقين نغاكم هذه اللي إن شاء الله دي الحلقة دي قوان قيز موضوع نغنيت نجاكني ودير هنا درامان